السلام عليكم يا اغلى اخوات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى الفيديو ديالي يوصلكم تكونوا في احسن الاحوال. مهم البنات اليوم الحد صبح عليكم من الصباح. مهمنا كما كتشوفوا البنات كنديروا مسيمنات ديال الفينو، نفس الكميه ديال الفينو، يعني درنا جوج لافات فينو، درت جوج لافات فورس، يعني نفس الكميه فينو نفسها فورس، ودرت واحد المعلقه ديال الخميره الفوريه، يا المعجونه يا الخميره الناشفه، وهذا وشويه الملح، واحد معلقه صغيره ديال السكر سنيده. ومني تعجنت ليا العجينه كندير معها واحد المعلقه ديال الزبده، وكنخليها تدلك، يندلكها بالايد ديالي بالماكينه اللي بغينا. هنا كما كتشوفوا باش غادي نورق المسمن ديالي، خديت واحد تقريبا واحد جوج حتى ثلاثه المعالقات ديال الزبده، ضفت عليهم الفينو، وضفت عليهم واحد نص معلقه ديال الخميره، خميره الحلويات، يندوبهم. يا الا كانت الزبده يعني بحراره المطبخ نورك على غير بالفرشات بحال هكا. انا ذوبتهم وخلطتهم كما كتشوفوا، من بعد ما ذابوا غادي نخلطهم، وكتجي الخلاط ديال التورق على داك الشكل، خليته على جنب باش يلا تبرد لي داك الزبده. وغادي نبدا نورق المسمنات ديالي. غادي ندير مسمنات مربعين صغيورين كما كتشوفوا، يعني دايرهم شويه صغيورين بالاستعانه بالزيت النباتيه بطبيعه الحال. بغينا نخلطوا نديروا الزيت النباتيه والزبده، لينا الاختيار. انا هنا استعنت غير بالزيت النباتيه صافي كما كتشوفوا. غادي نغطي عليهم باش يلا يعطينا الطوع وتسهل معنا الخدمه. صافي هنا بديت كنشكل فيهم كما كتشوفوا البنات بالطريقه العاديه، كنورق بزيت نباتيه، وكان نورق بالخليط اللي درنا ديال الزبده والفينو والخميره ديال الحلوه. بغينا نديرو سميده رقيقه حتى هي كتجي زوينه، يعني ديك السميده اللي كتكون رقيقه. صافي هنا غادي نبقى نبقى هذا بحال هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. وهنا كما كتشوفوا يعني غير كنضرب نص الكميه، كندير حدايا المقله ولا البلانشه. انا هاد البلانشه دي نافعاني في المسمن، داك الشرفه يعني كاسه المسمنات كيطيبوا دقه واحده، هادي زعما فلوسها حلال، والله الا فلوسها حلال ما شفتها بعين خيبه. ملي كنضرب النص بحال هكا يعني غير كيبدا يسخن معايا المسمن، كنبدا ايد كنورق بها وكنصيب، وايد كنطيب بها، يعني هكا باش كنربحوا الوقت، خصوصا كما قلت لكم الا كنا دايرين المسمن الصغير. اما الا كنت دايره صغار من هكا راه كتهز لي صربعه، يعني هاد البلانشه تهز لي صربعه. انا يعني ما دايراه صغير بزاف، يعني دايراه متوسط. صافي وها نتوما البنات المسمن، يا ريتكم كانت كتخرج الريحه. المهم البنات غيقولوا لي بعض الاخوات غزلان الرياضه والمسمن. انا كما قلت لكم البنات اي دايره الرياضه وبغيت نتهلا شي شويه في الصحه ديالي وهكا، وقت هذا ما كيعنيش باللي غادي نحرم راسي، لا ما نحرم راسي من حتى شي حاجه. انا هذا هو المنطلق اللي غدا بي، نتريني وناكل، غير هو ناكل بالقياس، يعني ماشي ندير ديك الماكله ديال الجهاله، ناكل بالقياس. المهم البنات جيت هنا لليغنيز، بغيت ناخذ الفوق شحالي فيه صاحبتي، وجيت بغيت ناخذ ثلاثه من هنا، داك الفوق الصغير البلدي غدا ليه نيشان. نشوفو يعني نشوف واش كاين الخرشف عندكم فوق مز، هنا كيجيبو بحال هاد التويشيات خرشف، ما كاينش، كاين الصاك، كاين كلشي. نمشيو نقلبو على الفوق، فوق جلبانة. ها هو البنات، هذا هو الفوق البلدي، شفتوه؟ ماشي هذاك البلاصه، نقربو ليكم باش تعرفو الفرق بين هاد القوق وبين القوق العادي. ها القوق العادي، شوف قداش، شوف قدا ديال هاد قداش، هذا هو القوق البلدي. ولي ان شاء الله نديرو شي طواجين مو جلبانة، ناخدو جلبانة حتى هي ضروري. الناس كيعجبني هاد المعنف لي كيديرو هنا في بولبونج، ضروري نضربو شي دويرة نشوفو الجديد شنو كاين. حنا غادي نيت هادي الوجهة ديالنا باش نجيبو جلبانة. كاين حميلة ديال الشوماء، شي حاجة زوينة كتبان ليا من هنا، نتوما مغتبانش ليكم حتى أنا، كتبان ليا عالية، نورا ليكم إن شاء الله. شوفو هادو لي هنا الفوق، واو جميل، كاين نتا هادو لي
هادو تقريبا بحال هذوك اللي كنت خديت. ندير اليوم سيدين 20 دولار. زوين حتى هادو عجبوني. شفتهم هاد الفراقة، هادي راه ماشي جاج، من داك البلاستيك. هانتو كيبان بديع بديع، هو راه ماشي بديع. والله إلا كيبان بحال بديع. كيعجبوني التوشيات اللي كيجيبو هنا في وكنز. نشوفو هنا هو اللول، عاد ندورو. شوفو زهرة هاكا، زوين اللوين ديالو. شوفو هذا، المهم هنا دايرين ليها 15 دولار، ناقصين منها 3 دولارات. المنظر ديالها زوين، هي كبيرة، كنا كان صغير كنا كان قد هاد الحجم. هادشي شي ديالهم ديال الهالوين، هنا راه كينشمع عندهم غزال الريحة ديالو. الريحة ديال هادي غزال فنة الحق. أنا يلا خديت الشمع عندي. شوفو البنات هانتو الدوري، شوفو هادي فنة. ما عرفتش شحال داير لا الثمن، عندي بحال اللي عندي. زوين هاد لونسومبل، هذا دايرين ليه الصغير ديالو دايرين له 6 دولارات الواحد، والكبير داير ليه 7 دولارات. شفتوهم زوينين. وكاين لونسومبل كان فيه جبابن، جبابن داير لهم 5 دولارات، هادي داير ليها 13 دولار، ديال الزبدة. المهم اونسومبل كامل. وهاد السيل هذا يمشي مع، يمشي حتى مع هاد سيلة العود. شفتو دايرين حتى الطباسل الكبار ديالو. دابا كيدخلوا مع على الجهد مع التانك ديال نقرب كيداخلوا هادشي ديال هادي. هادا هادا بقى من نوع واحد، هذا كيبان في كل البراسليات ديال النقرة. الحق ما فيهمش. هادو دايرين 3 دولار كل واحد. شوفهم كلهم، الحق هاد الموديل هو اللي عجبني، خوف منو غير جوج. كاينين هادو في الدوغي، الحق تاهوما غير 4. هادي المشكلة، هادي دايرين ليه 4 دولارات. شي هاد هاد لي بول لي عندي هما جايبين ليهم من الصغير حتى الكبير، زوينين في الخدمة ديالهم هادو، عمليين. شوفوا هذا، واو هادي زوينين البريسلات غزالين. انتو شوفوا حتى هذا، ودايرين لي واحد الدوغي هنا في الجناب. يا سلام، شوفوا هذا دوزي لي هاد العود من الجناب. لا كيجيبو داكشي زعما تويشيات فنين. هذا راه ماشي نحاس، راه غير بلاستيك. سوينيات دار لهم 5 دولارات، كاين حتى في دولار تشيب، ودير لهم غير دولار وكثر. هاد هادو قاصحين، دير لهم 5 دولارات. هادي غادي ناخذ منها حيت الكبيره ديالها المربعه عندي، وصدقوا كنت واخداها من ريستورون ديبو.
هادي غادي ناخذ لنا غير بحال الفطور لينا ملي كنديروا اسي وداكشي. ما عنديش السينيه اللي صغيره بحال هكا ديال ثلاثه ديال ثلاثه اربعه الكيسان، ما عنديش، عندي كبار يعني ست لاكس بزاف ديال ست الكيسان والفوق. هادي مزيانه، شوف شت العود، واو هادشي ثاني شكل اخر. هادو عندي، هادو كلهم عندي، ولكن هادشي شوفوا هادو ديال الفرماج، هادو حتى هما زوينين. غنوريكم هادوك اللي بحال اللي عندي، هما دايرين لهم هنا 15 دولار، والله ما عقلت حتى خديتهم. شفتوهم رصقات من داك الشهر، داكشي علاش قلت زعمو ناخذ هادي. دابا بقى نتسرى بقوقي باش نجيب جلبانه اللي نساها. عالم الزهور والورود، واو شوف شوف اللي يناسب اللوينات اللوينات. انا راه كيعجبني هنا ناخذ الافكار، بحال دابا شوفوا هذه القرعه، عندها شي قرعه مهرسه ولا شي حاجه ما ترميهاش، انت قلبي لها على شي فرشيه عمريها، وهي ديكور مخير. انت شوفوا هنا هذه داير ليها 30 دولار هذه القرعه هذه، وهذه داير ليها 16 دولار. ممكن يديروا شي تويشيات وكيبيعوا لك، يعني الا بغيتي تاخذي الفكره وتاخذي من هنا وتطبقها الراس، يعني كي تاخذي افكار. انا دائما كيعجبني ندور هنا، من هكا تاخذي افكار، من هكا تشوفي، يعني داك الشيء زوين. هذا بهاد انتو شوفوا هذا شو المنظر ديالو، شحال فيه اليوم 10 دولارات درك. شوفوا هذا اللوينات زعما، تحمقوا هاد راه طبيعيين البنات، الريحه ديالهم كترد الانفاس. الموانيع الموانيع هادشي اللي دابا تشام غنزورو بحال هكا ونهربو. راني غادا هاد راه عمري ما جيت للوكماج وما ديتش هادو، دابا غندير تحدي وما غندهزهم. نمشيو هاد الفريزه، هاد راه الفريزه على الشوكلاط، شوف المنظر ديالو كي كيبان واعر، بحال كان واحد يزين به شي شوكلاطة الحلوى ولا شي حاجة. راه ختي راه أنا صراحة تبين راه ضمنت راسي وجيت من هاد البلاصة، خصناش ندوز من هنا، هنا راه اللي مكيقدرش يكابتي راسو قبل ما يدوز، قبل ما يدوز. قلبي الصغير لا يتحمل، قلبي الصغير يتألم. يلا نتلاقاو البنات في الدار ان شاء الله. المهم البنات ها القوق ديالنا، ها جلبانه، المهم ها القوق البلدي الرقيق، ها جلبانه، وهذا القوق هذا قلت له يحتاج واحد شويه ديال الملج. مهم كما كتشوفوا كل شيء واجد، بقات لي العطريه. صار شوية سكين جبير، الملح، هادشي اللي غادي نحتاجو، الطواجين ديالنا، ومن هنا يعني المليجات اللي عندنا نديرو على حساب العائلة ديالنا، ومن هنا نديرها شوية شوية. هنا عندي بصيلة، نشلضو بصيلة. ديال الثومة، حبة مطيشة، إلا حتى كلشي غنديرو دقة وحدة. غنسخن الطواجين، هنا الطاجين المغربي الأصيلي، قوقو جلبانة، هنا الحيمات كنصبهم. كون كان الوقت كون درناهم على الفاخر على المهل، وكتا هكا كنقسم منهم يعني كيجيو
كيجيو هما هادو شويه العدنوس والرباع شويه غادي نصب منه وشويه غادي نخليه ان شاء الله حتى نديرو مع القوقوز البان. انا كتعجبني ديك النصبه ديالنا ديال زمان. غادي نصب غير بشويه ديال الماء غادي نديرو دابا ان شاء الله التوابل. اول حاجه غادي ندير الملح على حساب يعني الطواجن ديالنا الكميه اللي حنا دايرين شويه ديال سكينجبير شويه ابزار الحار يعني حنا اللي كنتحكموا فيه شويه ديال الخرقوم البلدي. بغينا نديرو زعفران شعره نديرو داكشي اللي حنا بغينا نديرو نضيفو. صافي انا غادي نسد على الطواجن نخليه حتى يتقلى ان شاء الله نقي القوق وجلبانه راها واجدك. ناخذ هادي كما كتشوفوا واجده هي هذيك. دابا البنات غادي نقي هاد القوق كما كتشوفوا. اول حاجه غادي ندير باش يعني راكم عارفين القوق خرشف هادشي كيدبغ في الضفران في الايدين ناخذ واحد نص حامضه بحال هكاك ونبقاو ندوزوه على الايد ديالنا قبل ما نبداو نقيوه. المهم هاد القوق البلدي هذا كيكون شي شويه يعني فيه الخدمه غير هي واحد غتشوفوا هاد الطريقه باش كننقي به يعني ما كنبقاش نحل وحده بوحده بحال القوق اللي كيكون كبير. كنحيد هادو اللي كيكونوا الفوق كيكونوا قاصحين اما الوسط ديالو راه كيكون شغنقول لكم كيكون فتي كيكون رطب بزاف. صافي كما كتشوفوا يعني يا اما ندير له التقطيعه لهاد التنقيه هذه التقليديه العاديه يعني كنخلي غير القالب ديالو من التحت كما كتشوفوا كنحيد له دوك الشويكات وفي نفس الوقت كندوز عليه شويه ديال الحامض وكنخليه باش ما يكحلش. والا غادي نوريكم طريقه اخرى وغادي نعاود معكم هاد الطريقه وعاد عاد نوريكم الطريقه الاخرى. شوفوا قداش راه صغير راه شوفوه مع المقارنه مع الايد ديالو نتوما تعرفوا الحبات قد يداش. هاد البكيه هادي خديتها تقريبا 6 دولارات شي 6 دولارات 46 سنت ولا مهم بحال هكا بين 6 و7 دولارات. وبالنسبه لهذوك الجلدات اللي كيكونوا في الفوق يعني وحنا ملي نجروهم ما نجروهمش باللب ديالهم يعني نقسموهم كما شفتوني كندير يعني كنجر وكنقسم بحال هكا باش راكم عارفين باش ما يحيش هذاك القوق يعني ما يحيدش له كل شيء ديالو. ودابا غادي نستف القوق كما كتشوفوا البنات غادي نستفو في الطاجين يعني من بعد الحيمه ديالي صافي راه تقريبا دخل فيهم الطياب كيف ما شو يعني في التقطيعه ولا في هكا صافي. من بعد خليت غير القوق كنزيد عليه شويه ديال الماء وكنخليه يعني كنحطوه في الطاجين كنخليه يزيد يطيب واحد شي شويه عاد غادي ندير جلبان. المهم غادي تشوفوا معايا حاجه بحاجه يعني ما كندير جلبانه والقوق في الطاجين يعني كنطيبو في الطاجين باش هكا ما كتجيش يعني ديك جلبانه هاريه مفوته في الطياب
باش يلا يجيو نيشان. كنخلي يضرب واحد الغلي القوق بوحدو، عاد كنضيف اي اضافه بغيت نضيف كنضيفها من بعد. جلبانه بغينا نديرو الزيتون، بغينا نديرو الحامض، اي حاجه بغيت نضيفها غادي نضيفها من بعد ان شاء الله. وهنا شتو البنات، من بعد ما غلالي القوق ضفت جلبانه، ضفت صليصه ديال الحامض، ضفت شويه ديال مطيشه هكا باش كيجينا داك الطاجين. الطواجين يعني كيجي مشكل وكيجي كيفتح النفس غير باللوينات ديالو. صافي هنا خليت الطواجين ديالي كيطيب، ودست هنا كنقرص الخبز. هذا هو العيد، هذا هو النهار الكبير بحال هكا. كنخلي يوم الاحد كيف ما قلت لكم، ملي كنخلي سامي بحال هكا يقرص معايا، ماشي هو راه عنده غير لعب، راه كلشي عنده غالب كيقرص ويكسب سميتو هكا. يعني عصفورين بحجره، كنلعب مع ولدي وفي نفس الوقت كنقضي في شغالي وكنقرص في خبزي ونطيب في غداتي. هذه راه غنكتب عليها سامي كيف العاده. الخبز كنديروا ليه بحال لا، شوف الخبز هذا وراك على بحال بحال كبصبعاتك. العيد عند ولدي انا العيد. وي سامي، سامي تتسالي ونكتبها بالفرشاه. لا فلة لا فلة لا فلة. سامي الله ما يدير. I'm done. You're done? No. How? Look at it. You have to eat more. Look what I'm doing. شد بجوج ايدين وحطو فوق الطبلة. فوق الطبلة من ديك الجهة. هما البنات ها الطاجين ديالنا كما كتشوفوا صافي. اخر لمسه هي غندوز عليه واحد القويه ديال الزيت البلديه وغادي نسد عليه ويكون الطواجين ديالي واجد. هنا هذا شويه ديال ربيع كنجبسو معايا كما كتشوفوا غسلته وكنقطع فيه. والخبز ديالي كما كتشوفوا راني شعلت عليه كيطيب، يعني خليته هو اخر حاجه باش يطيب الطواجين. طفى عليه نخليه مع الخبز سخون. يا سلام خبر فراسكم، اش راه هادشي الخبر فراسكم. يلا البنات كنظن حتى لهنا غادي نحبس معكم فلوق ديال هذا النهار، ما بقى لي غير غادي نحبس معكم الفيديو. كنتمنى يعني الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم، ونكون يعني الاخت اللي قالت لي بغي الطاجين بغي الطريقه ديال الطاجين، انا حاولت يعني مبسط بشويه بشويه. وخا غادي نجربوا يعني بحال الاحقاش المشاركه ماشي مره ماشي جوج طاجين ديال القوق وجلبانه. وحتى لهنا ما بقى لي غير غادي نحبس معكم الفيديو ونضرب لكم موعد فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.